الله يبارك حنا المباشر. طيب بالك حنا على المباشر. ايه ولكن باركينغ كيف الاوتوريزاسيون كيف حنا في الشارع، حنا في الزنقه ماشي على الشارع. لا تابع البريكو ما كان. حنا السيد عنده مشكل مع كارفور. ماشي مشكل ماشي مشكل. حنا على المباشر. ايه ولكن كنقول لك راه باركينغ كاين اوتوريزاسيون، راه الشارع راه كاين جهه اخرى ماشي انا سمحي لي، دابا فهمتي الناس زيولي ما غيبوش حتى راه خدام. واخا خو. ما انا متفق معاك العمل ديالك كنعرفك كل شيء مزيان ولكن اون بو با اكسبلواتي اون زون اللي هي تابع لسوسيتي كيف لا هذيك لاسوسيتي اللي هي هي ولا لا زون كامله السيد هو معايا سوبرفيزور ديال ديال السيغ ديال بريكوم ها هو كاين دونك لوتوريزاسيون ماشي واخا نكملوا مع السيد ونجيو عندك ما يمكنش حنا غنديروا 600 وغنحيدوا منها غنديروا 600 ديال كارفور ديال عين السلام اذا مشاهدينا الكرام مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء حنا الان كنتواجدوا امام كارفور بغينا ان جينا العباد الله واخا دابا انا نسال خلينا نكملوا غير مع السيد انت من الناس اللي تن الله يكبر بك صافي حنا نمشيو ليه القدام شوف واجد كارفور ما كاين حتى اشكال غير حنا في صوت المسافه وصافي واخا نمشيو لهين بعد هي مزيان حنا تنديروا معكم الحلول نمشيو لهين نمشيو لهين مزيان الصدر كوميرسا كامل دابا خوت واللي بغيت واخا هي انتم مالكم شادين هاد البلاصه كلها حنا راه تاني خدمتك سير العادي واخا معنا غير الصندوق صافي حنايا نمشيو شناهي شنو قال؟ شنو قال ليه؟ عرفتي ملي قلتي هاد مسالي راسك انا ما غنحيدش من هنا شي ملي قلتي هاد مسالي راسك تصنى 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 اشرف 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 ملي غتقول مسالي راسك سعيد سير اخويا نكملوا الخدمه ديالنا سير اخويا دير الاجراءات القانونيه ديالك لا سير دير الاجراءات لا ما يحتقرش السيد لا ما يحتقرش السيد لا سمح لي ما يحتقروش كيفاش ما عنده ما يدار السيد شاري برودوي لقاه كله عجين الله يجازيك بخير شوف دابا انا غنكمل الخدمه سير دير الاجراءات القانونيه ديالك لا والله ما غنسمع لك لا ما نسمعش لك عرفتي انت سمعتك احترمناكم باش يدور يقول السيد ما لاقي ما يدار يدوي مع من ما بغى يدوي ما يدويش مع السيد تفضل اخويا شنو المشكله اللي عندك السلام عليكم اختي انا انت حقروك لداخل في كارفور كارفور جاو حقروك ان هادو هنايا ما فهمتش انايا جيت الصباح خديت كرواسه ملي جيت نقلبها لقيتها كل عجينه ومخلص رصقك مخلص كل شيء واش غناكل انا العجينه وكلوا عباد الله العجينه كنا تعاملوا معنا مزيان ولا بدلوها لينا هاد السيد راه منين شرا هاد الكرواسه انتم الله يسمح لنا من نعمه سيدي ربي الله يسمح لنا من نعمه سيدي ربي منين مشى يدوي معاهم شنو قالوا لك؟ قال لك اسيدي هي طيبه هكا حنا ما عندنا ما نديروا لك طريقه باش جاوبوا يعرفوا يقلبوا ياخذوا السلعه ويقلبوا يشوفوا واش الكاليتي مزيانه ما كتهموش مور الكاليتي ديال العباد دابا انت غتمشي للمستشفى حيت حسيتي بواحد شويه الوجع في كرشك انا غنتابعهم انا غنبقى غادي معاهم حتى لاخر لحظه وحسيتي بشويه الوجع فاش كليتي ديك الدغمه الاولى شويه العجينه كليتي وما كملتهاش ما قدرتش نكملها بالحريق ما قدرتش نكمل انا بالحريق الحريق ما قدرتش نكملها وهادي زعما كاينه واحد المؤسسه اللي هي كبيره ومؤسسه اللي هي معروفه ومؤسسه تبارك الله هاد السوبر مارشي هذا اللي كيتقداو منه زعما عجينه هادي عباد الله عجينه هادي هادي كرواسه هادي تعطى لعباد الله كرواسه باش طيبه باش طيبه هادي كرواسه هادي ما طيبهاش طيبه من الفوق شنو هي هادي يعني هاد الناس اللي تيخدموا ناس اللي ما اللي ماشي بروفيسيونيل لا راه هو ما بقاتش فيه الحال حيت دا العجينه بقى فيه الحال ملي مشى عنده ما تعاملوش معاه حتى مزيان وزاد كملها وجملها هذا الاخ هذا اللي قالوا ما عندك ما يدار ما لقيتي ما يدار قال له شنو قال له سعيد شنو قال لي لا دوا معاه وسعيده ما غيكذبش واش انا ديك الفلوس الله يرضي عليك والله ما ضربت السيد راه كيضرب السيد الاخر كريم قال لي تيغير خليه يدير شو كريم؟ هذا راه هو وياه شراو كرواسه بجوجهم راه بجوجهم شراو حشومه دابا السيد تعرض حس بالحقره دابا انتيا ايه راه خصو يدونها الطريقه اللي هي زوينه دابا تقول واش ضربتكم بالنفس لا ماشي ضربتنا النفس حنا الشارع راه هذا مواطن مغربي شرا قال لك ما تعاملوش معايا مزيان كون تعاملوا معاه غير مزيان ريسبونسابل قال لي تبدلها زعما ولا تشبي الله يبارك فيك هذه الكلمه اللي قلت باش نصحوا لك الوضع دابا التيبا ديال راه جات معايا بعد تيبغي ديري حتى لسيدك ديري علاش ديميكويت علاش غادي نقول لك السيد اللي طيب ولكن خدا الاول والثاني خدا الثاني والثالث جا التخوازيم ولا كاتخيام ما عجبتوش هذيك لا كاريه راه رجع عندهم صافي راه انا كنت الصباح راه انا كنت قلت له عندك دابا هذا
خويا انت غالط، انت غالط اخويا. دابا هاد الناس على حق ما كانش على كاع تعيط عنا، انت غالط. انا معاه في الصباح كنهضر. انت غالط اخويا، الناس ما طايبش. قلت لكم ما طايبش دومي كوي، الناس بغاو هكا، انت ما بغيتيش خذ الفلوس ديالك. ولكن واش كتباع كرواسه دومي كوي؟ اجي نوريها لك شوفي الله يرحمها. ولكن ملي كتباع كتباع طيبه. دابا الناس شي الفراني بغيت يطيب فيها. الناس بغاوها. حيد كريم داك الكارو، حيدو. شوف فاطمه الزهراء اختي، واش دابا في نظرك هذه اشنا هي؟ والواع راه الزينه الاولى بحال هكا عطيتها عطاو عطاو من وحده. ملي جينا كنقلبوا اجي خذي معايا شوف تفضلي والله العظيم اجي تفضلي معايا وتشوفي والله لا شي كان شي حاجه تسبب تسمم بلاتي ولي بري طالعين وما كنقولوش ما كاينش مشكل يعني هذه راه كنشريوها ب 6 دراهم ولا شحال راه كاينه بلاصه اخرى احسن منها في الكاليتي وكتباع غير ب 3 دراهم وكاينه ديال درهم والله ما يشبع منها بنادم وطيبه ولكن هذه عجينه هذا شوف العجينه كيفاش تعاملوا معك دابا انت بقى في كل حاله طريقه المعامله طريقه ديال المعامله ما عطاوكش جواب اللي غادي يشفلك الغالي ديالك اولا غير يصبروك تعاملوا معك مزيان راه كيفاش تعاملوا معايا مزيان ها هو وليتي انت هو اللي ما غالطين وليتو انتوما اللي احنا غالطين هالبروف ها هو الا احنا غالطين ها انتوما غالطين هذه راه عجينه استقبال باش تقدروا معاك وتكلموا واخا سيدي تكلمتوا معاك واخا انا غادي نكذب وعطوني واش تبدل ولا ترجع لي بغيت خويتي ومشيتي ايه بغيتي ديرو ويديرو سيرفيس مزيان اللي كنصور قال لك هي طيبه قلبهم بقاو كلهم خضرين قال لكم كلهم طيبين هكا هو فمو قالها ودابا تيبدل الهضره دابا قال لك كلهم خضرين بحال هكا ولكن راه العجينه راه عاوتاني راه غضرب بنادم في كرشو بنادم شاري كرواسه باش ياكلها دابا انت شوف انت الشهاده ديالك غير لا بعدك شهادتك ما دايزاش حيت خدام معاهم هذه مزيانه سي نورمال لا اجي انت تشوفي معايا وانا شفت الكرواسه فيها العجينه والصباح دخلت عند انا وهذا السيد هذا نيت اللي قال لك دابا ودخلنا قال لك لا كونكو هذه راه الا طيبناها بزاف راه غيدير قلت لي اسمح لي اجي تشوف الاخرين ملي مشينا للاخرين دومي كوي زعما كاينه تعاود طيبها شنو قلتي انت قلتي انت راه خضراء كلهم خضرين اه وقال لك هذه فوالا تاهي خصها طيب كاين هذا الشيء ولا لا قلتي انت ايه وشنو جيت كمل شنو قلتي واشنو قلتي مازال واسمح لي دابا واش بغيتي انت دابا شنو بغيت ياك عطيتك لو شوا اما تخلص ترومبورسي اما تبدل ايه شنو بغيتي ودابا واخا وما صاحبي راه ما فهمناش هذا الشيء شنو نجي له شوا كلشي عندهم داير كلشي مدير واخا وهذا دابا خليني انا منين نتوما هذا سوبر مارشي كبير ومن لي كرون سيرفاس وغيبدا يبيع للمواطن هكا نقولوا انا سمحت في حقي والمواطن غيجي ياكل هكا وبهذا لي بري هادو بالطريقه هادي الا كان هذا الشيء غير خديتيها ها 6 دراهم كتكون الزياده 120 ريال 120 ريال والزياده 6 دراهم والزياده باش كناخذوها وشوفوا في الاخر واخا نقولوا انا سيدي كذاب وغلط هما ديالهم هذا البرودوي اذا هذا كيوكلوا للمواطنين ما عندهم لا كونترول لا والو ما كاين الكونترول غير راقب ما كاين لا كونترول لا والو واش المواطن يقولوا حنايا ما عندناش مشكل حنا نسمحوا في حقنا المواطن غتوكلوا بحال هكا الدري الصغير غتوكلوا هذه العجينه كيقولوا لهم صارلو فين هو الكونترول اللي غير راقب قالك حقا ماشي شي حاجه كتسمم ماشي شي حاجه كتسمم وهذه العجينه ما غتسممش علاش الناس دايرين العافيه انت كطيب الحاجه باش كتجي بنينه وسهله باش تكال خصوصا هما واحد المؤسسه اللي هي كبيره وعندهم فران فراران اللي هما في المستوى وتيعرفوا الوقت كبيره بالسميه بلو سيرفيس راه موفي سيرفيس العجينه هاد اللي قدامك راه كبيره بالسميه من لي كرون سيرفاس وهادي وهادي وانما هل البرودوي ها اللي كيبيعوا لينا ها هو هادو كارفور ها اللي كيبيعوا لنا يلا واخا هي خذها راه ما تبقاش عجينه هو ملي كتقطع لك شي حاجه وكتجي تبغي تشكياش كيقولوا هاد الشيء اللي قالوا عادي راه عادي ديما كيتحاسبوا الناس على بيان سور بيان سور كيتسمى يعني بلا ذكية ياخذك عادي شكرا لك انا ما سامعش تاع الصندوق ولكن شفت سمعت شفت داك الشيء اللي قال السيد وكيفاش راه مع ريسبونسابل الداخل يعني ان تصنت لي بحال هاد الاخطاء تصنت لي اخويا اخي راه كاين مثل الشركه ولكن سمح لي دابا انت كمواطن راه كتشري من واحد السيرفاس اللي هو كرون سيرفاس واحد السوبر مارشي اللي كبير يعني عيب وعار اننا نشوفوا بحال هاد السلع كتباع انا ملي تنجي مثلا للكارفور راه جاي نقلب على الجوده ملي تنلقى في حال ما هكا فين هي الجوده راه ماشي جيت نشري من واحد الباتيسري عند بادي البارح لا ولكن سو سون با دي برو لا 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 بلاتي هادو سو سون با دي برودوي دومي كوي هادو لي دومي كوي تيكونوا اونبالي وكتعاود ديهم تتعاود فيهم الطياب ملي كنشري انا كرواسه اللي هي طيبه باش ناكلها ولقاها عجينه تما كاينه من حقي انني نهضر من حقي انني نتكلم كنقولوا كما قال هذا السيد هذا كلامك هو الكبير سيدي هضروا معايا وهذه هضر معايا قال لي هي تعود ياخذ بشي طن اخرى
راه الشيبه الاخرى اللي غناخذ راه نفس القاهم كلهم قال لك هكا راه بالشهاده ديالو هزاو قال لك خاصها طياب واش نهضر معاه انا جيت ديك الحاله انا عاد من هذه انا وتبدي لك كناكلو ولقيت واش انت غتقلق ولا ما غتقلقش انا قلت لك راه شنو كيتقلق شي راه هو تقلق واخا سيدي انقول انا كان دري صغير دابا وكلا ماشي مشكل وكان دري صغير وكلا يلا ناكل هكا وعيب هذه حتى هي حشومه قلت لك شنو البروسيدور اللي درتو مشينا دفعنا شي كيل دفعنا شي كيل للسيد العامل وعطاونا باقي لنا المحكمه غدا نتفاوشوا لك هي غدا من حقك حنا الحمد لله في بلاد الحق والقانون وفي بلاد ديال الحريات من حق اي واحد يدير الاجراء القانوني اللي اللي بغى يديرو ياك تنشكروا هاد الناس اللي كانوا حاضرين معنا تنشكروهم صراحه اللي جاوا حضروا كاين فيهم اللي تكلم باحترام وبادب وكاين فيهم اللي بغى يصعد وقال لي ما عندك ما يدار حتى اللي جاي هنايا مع العلم ان من حقهم اي مواطن من حقه انه يتشكى ومن حقه انه يدوي مع الاعلام ومن حقه انه واش دابا اللي جاي يتقدى ويدي الحاجه خاسر يسكت يلاه الطبيب داير اضراب ما يهضروش مع التسمور ما عندوش حق يدوي ياخذ بحال هذا الشيء ما عندوش حق يهضر مع ان القانون كيخول لك بزاف لا مع العلم اننا حنا صوت من لا صوت له اي واحد بغى يتكلم حنا بطبيعه الحال جريده الشعبيه جينا عندك لانك حسيتي براسك قلتي حسيتي بالحقره بالحقره وبالشمته ملي كتمشي للكرون سيرفاس وكتشري بواحد الثمن زايد راه هادي راه كتبع بدرهم جوج دراهم وحسن من هادي في الكاليتي كنشريوها انا بخمسه سته دراهم طايبه طايبه وحلوه ومني كتجي هنايا وكتلقى بحال هاد العجينه انا نقول له سيدي انا غنسمح في حقي ومني غتجي واحد المراه ولا هادي وديها لوليداتها مني غياكل دري صغير هاد العجينه ما غيعرفش مسيكين راه حتى انا الا سمحت حتى غياكل العجينه راه تقليد عليا حتى انا الا سكت على المنكر راه هذا راه منكر راه حتى انا تقليد عليا الا جا شي دري صغير ومرض ولا هادي راه انا ما بلغتش انا راه نتحاسب عليها والدري اللي صغير ما يعرفش مسكين الفرق ما بين العجينه ولا هذا ودا فين المراقبه ديال هاد الناس هادو وحنا حنا حنا بعقلنا الكبار لا مراقبه كاينين السوبرفيزور كاينين لي كونترولور اللي كواليتي سيرفيسيجيان سيرفيس كل حاجه ما كتجيش هنا واش طيبه ولا واش المده الصلاحيه ديالها هادي كطردينا حنا وغادي تقنعنا كان راه بشي بان الله يسمح لنا من نعمه سيدي ربي نعمه سيدي ربي دابا راه حتى حاجه ما غيقدر حتى واحد الكلب حاشاك ما غيقدرش ياكلها حتى واحد ما غيقدر ياكلها تبارك الله عليك اذا شنو الرساله ديالك شنو كتطلب اخويا كنضمن انا دابا داير الاجراءات ديالي انا الاجراءات راه متبعه تبع المواطنين تما يردوا بالهم هاد المره اللي بغاو يشريو شي حاجه بحال هاد لي كرون سيرفاس يردوا البال اللي دخل الكارفور يراقب التاريخ ويراقب المده الصلاحيه الجوده ديال الحاجه الجوده ديال اي ارتيكل بغى ياخذوا بنادم هادي ماشي اول مره حنا بصح كنديروا لايفات كنا درنا لايف مع ان كاين هنا في هاد كارفور سيرتو لي كارفور بالاخص لي كارفور راه كاينه زياده في الاثمنه راه خياليه راه ملي كتمشي للحانوت كتاخذ واحد الحاجه نفس المنتوج نفس المنتوج كتجي هنا كتاخذ ب 10 دراهم و 50 ولا 60 زيد عليك شحال من حاجه وراه غير جدريال الا تزادت على مول الحانوت راه ماشي في صالحنا حنايا تماما راه جدريال هذه جدريال هذه اربعه هذه خصوصا المواطن الدرويش وحنا ما هاد كارفور ديال الناس الشرائيه ما كايناش راه المغرب كلشي عارف تبارك الله عليك اخويا كريم تبارك الله عليك انت كمل الاجراءات ديالك قلتي غتمشي للمستشفى غادي تشوف نتبع انا ما غاديش نحقق الناس اللي يصيبني الضرر على قبلهم هما شكرا لكم مشاهدينا الكرام نختم معكم هذا البث المباشر على امل نتلاقاو بكم في بث اخر باذن الله.